سالفة عبالنا عبرناها ولسه موجودة، بحيث قسمة الناس قسمين، واحد كروي والآخر مسطح. اسمي مجتبى واليوم موضوعنا الأرض المسطحة. من زمان كلش الناس كان عبالها الأرض مسطحة، لأن بديهياً من يمشون يشوفوها منبسطة وما يشوفون انحناء ظاهر، إلى أن صفلوا متعلمي أيام زمان ولقوا أنه الأدلة على كروية الأرض خير من الله. الإغريق مثلاً قبل 2500 سنة لاحظوا أن ظل الأرض على القمر وقت الخسوف منحني، وشافوا هذا الانحناء دليل على كرويته. أفلاطون العلم كتب بمحاورة طيماوس أن الخالق صنع العالم كروي ونهاياته تمتد بكل الاتجاهات بمسافات متساوية من المركز. أرسطو همينة ما تشذب استاده ولاحظ أنه إذا سافر من الشمال للجنوب بمسافة كافية مجموعة النجوم بالسماء تتغير، وهذا دليل على أنه الأرض مو مسطح، بل أنه إيراتوستينس قاس قطر الأرض بهامش خطأ 1% اعتماداً على قياس زاوية سقوط أشعة الشمس بمنطقتين مختلفتين، وهذا الحكي قبل 200 سنة قبل الميلاد، والرجال أثبت كرويتها من ذاك الوقت. ونفس هالطريقة استخدمها البيروني بعد حوالي 1000 سنة ورجع قاس محيط الأرض. بس يا بيروني يا أرسطو، إذا مشاهير كرة السلة مثل شاكيل أونيل وكم مغني راب بعد اعترضوا على كروية الأرض وداعتكم مدى الشاقة. كثير مشاهير واغلبهم من الولايات المتحده طلع لهم صوت وقاموا يقولون انه الارض مسطحه، وبهاي سوالفهم لعبوا لك بالراي العام لعب. بس يا ترى رايهم هذا جديد؟ الجواب لا. اشهر المؤيدين الجدد لتسطح الارض هو سامويل روبوتام، واقترح فكرته هذه بستينات القرن التاسع عشر، وقال انه الارض عباره عن قرص متمركز فوق القطب الشمالي بينما اطرافه يحدها جدار جليدي. هذا الجدار طبعا اللي احنا نسميه القطب الجنوبي. اما السماء فهي عود عباره عن قبه من النجوم مثبته فوق الارض بمسافه 5000 كيلومتر. وافكاره هذه نشرها بكتاب سماه لك اياه الفلك الشكاك، ومزاعمه هاي بناها على تفسيرات حرفيه للكتاب المقدس. وبعد حوالي اقل القرن هاي الفكره رجعت احتيت مره ثانيه عبر مؤسسه سمت نفسها مجتمع البحث الدولي للارض المسطحه، ومؤسسها سامويل شينتون بانجلترا. اسم بسطول كل خير ما بي. ولأن بعثات الفضاء تزامنت ويا وجودهم رفضوا كل صور البعثات الجاية من الفضاء باعتبارها خديعة، وظل اعتقادهم هذا نفسه لحد يومنا. هذا المجتمع ظل مستمر ومتلاشى لحد العام 2001، بل أصدروا لك جريدة سموها جريدة أخبار الأرض المسطحة الفصلية. بس مرة ثانية انبعثت لك هاي الحياة النوبة ويا جاية الانترنت، لحد ما وصل بيهم الحال قاموا ينظمون ندوات، ووحدة منهن بمدينة برمنغهام حضروها المئات واستمرت 3 أيام. بل الكبيرة أنه نتفليكس نفسها أنتجت لهم وثائقي سمته Behind the Curve. صدق تحجون؟ أو دعتك صدق وما مش شاقي ويا قبل، لحد ما وصل الهوس بواحد من أفراد هذا المجتمع اسمه مايك هيوز، والعينتين متسابق مادة الدراجات معروف بتهوره صنع صاروخ منزلي طار به أكثر من 1800 قدم، ومن رجع زعم أنه ما شاف تحدب الأرض. اللطيفة أنه العينتين مات عام 2020 بصاروخ هم منزلي الصنع، ويفتقر لأي من إجراءات السلامة. هيك أحسن لك؟ اللهم لا شماته. المهم ما اريد اطول بسوالف ما تخلص، فخلي نجي هسه نعرف شلون الارض كرويه. طبعا لانه اول ما حركت سنتر بالحلقه حكيت عن ملاحظات القدماء الاغريق للخسوف وارسطو لتغير تشكيلات النجوم وتجربه إيراتوستينس والبيروني، فراح اتجاوز هاي الثلاث ادله وافهمهم بجمله جديده هم منزليه الصنع، يعني ما يحتاج لها روحه للفضاء بيدك تسويها، وكلها من كتاب ارض عجيبه للشكوكي دونالد بروثيرو. اول دليل هو مراقبه السفن وهي تبتعد عن الشاطئ. طبعا المسطحين يقولون انه هذا الدليل عباره عن وهم يتسبب به المنظور، بس سالفه المنظور مو هيج، لانه المفروض حسب كلامهم السفينه ما تختفي من الاسفل للاعلى، بل تظل تصغر وتصغر لحد ما تصير اصغر من انه تنشاف. ثانيا، اذا كانت الارض مسطحه فلازم الناظر اللي يلزم تلسكوب بيده يظل يباوع 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 الى ان نظره يصطد بجبل بناطحه سحاب. بس لين الارض كرويه فاللي يلزم اقوى تلسكوب ويباوع ما يتعدى نظره الخمس كيلوات، بل اذا صعدت اعلى جبل واخذت تلسكوبك هذا القوي وياك همي انا ما تشوف ابعد من مسافه 10 كيلوات. هاي شلون تحلها يا الفهيم؟
ثالثا بالطيران لحد ارتفاع 35,000 قدم فما فوق ممكن يبين منك تحدب الارض بشر، وهو توفر نافذة بزاوية رؤية 60 درجة. لذلك اذا حضرت جنابك اخذت لك طيارة وطرت بخط مستقيم ظليت الطير 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 فراح ترجع لنفس مكانك، وهذا دليل على كروية الارض. رابعا يعتقد جماعة الارض المسطحة انه القارة القطبية الجنوبية هي الحد الخارجي للارض، وهي عبارة عن جدار ارتفاعه 1500 قدم وما حد عابره قبل، باعتباره يعني جدار مال جيم اوف ثرونز. وطبعا على اساس كلامهم هذا ماكو قاره قطبيه جنوبيه ولا شيء. وردا على كلامهم هذا اذا ما بصدقك قاره جنوبيه هناك تقدر تروح تطير فوقها بشرط تختار لك يوم صحو. الدليل رقم 5 حضرة جنابه يقدر يستخدم منطاد طقس ويا عدة تصوير زينة، وبعد ما المنطاد راح يوصل لارتفاع كافي راح يبين عندك تحدب الارض بوضوح بوضوح الدكتورة اللي هسه جت يمي. وبالامكان مراجعة تجربة من هالنوع سواها طلاب قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة ليستر، واسم التجربة مالتهم كان بروجكت ايثر. واذا عبالك الادلة لهنا خلصت دي تعالوا سولف لي ليش اكو فرق بالتوقيت بين البلدان. لان لو الارض مسطحة مستحيل تلقى طرف عنده ساعة 12 الظهر وطرف عنده ساعة 12 بالليل، لان الشمس راح تطلع علينا كنا وتغرب علينا كنا. ولو الارض مسطحة كان الفصول صارت هي هي بكل مناطق العالم، لان الشمس ساعتها راح تسقط بشكل عمودي على الكل وزاوية سقوطها ما راح تتباين. لكن الحقيقة انه كل نص من الكوكب يختبر فصل مختلف بسبب كروية الارض. هسان اليا دليل وصلت والله خربطت بالحساب عادي. المهم ظل اخر دليل وراح اشمره بشكل سؤال، ليش كل كواكب المجموعه الشمسيه اللي حضرتك تقدر تشوفها بالتلسكوب من سطح بيتك كرويه والارض مسطحه؟ ايش فرقك انت عن غيرك؟ ايش فرقك حضره جنابك عن المريخ والمشتري انت؟ شنو انت احسن منهم لو تريد تتميز؟ وها هي الصراحه ما ادري ايش تريد ولا انت اصلا تدري ايش تريد. يجوز حضرتك مخلوق بس حتى تعترض وها هي.